الوليدات والبنيات الصغار في المناطق المنكوبة خصهم رعاية خاصة، وخص نردوا لهم البال. ولاد الحرام ما خطاو حتى بلاصة. ملي شي حباب بحال وجوهكم فكروني في هذا الموضوع، جوج سميات طاحوا في بالي: الفنانة أسماء المنور والفنانة فاطمة خير. رسالة للفنانتين أسماء المنور وفاطمة خير: انتما ناس محبوبين عند المغاربة عن جدارة واستحقاق. عندي لكم واحد الطلب، الله يجازيكم بخير، علاش ما تبناوش واحد المشروع ديال عناية خاصة بأطفال المناطق المنكوبة؟ نقدروا نسميه هذا المشروع أنا ماماك. مجموعات صغار ديال النساء يقابلوا لنا غير الدراري الصغار ديال المناطق المنكوبة بحيلة هما أمهات ديالهم. كل 10 ديال الأطفال تقابلهم مرأة. مثلا هاد العيالات منين غنجيبوهم؟ العسكريات، الجدرميات، البوليسيات، الفرمليات، مؤطرات تربويات، معلمات، متطوعات. وعلاش لا النساء المتطوعات ناخدوهم من عين المكان، تيعرفوا الدراري مزيان وتيعرفوا اللهجات ديالهم. وعلاش لا وزارة الأسرة والطفولة والتضامن ما تعطي لهاد النساء المتطوعات منحة شهرية باش يلقاو مع الدراري من دابا حتى يدير الله تاوي ديال الخير، حيت مازال القضية مطولة. لالا أسماء المنور، لالا فاطمة خير، ديروا معنا يد الله، يد الله مع الجماعة. فيديوهات منكم كافيين إن شاء الله باش يحركوا هاد الملف. الله يخلي لكم اللي عزيز عليكم، الله يحفظ المغرب.